مشاهدينا أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من برامجكم الـ18. في البداية دعوني أشكر قناة الراي وأسرة فريق عمل برنامج 18 اللي اتاحتهم لي الفرصة بأن أقدم هذه الحلقة نيابة عن زميلي العزيز عبد الله مل الله اللي يتمنى له السلامة يا رب في حلة وترحاله. برنامج 18 ليس حدوده فقط 18، لكن حدودنا تتعدى أكثر من ذلك. مصادرنا الموثوقة موجودة في كل مكان، ربما تسمع عن الحقيقة أو نصف الحقيقة في مكان ما، لكن هنا في 18 الحقيقة ستسمعها وستشاهدها بصورتها الكاملة. احنا عندنا عديد من الفقرات وعندنا كثير من الأخبار، لكن المستجدات الرياضية نختزلها لكم في منطقة المناورات وهي منطقة 18. فنبدأ معكم مشوارنا لهذه الحلقة، والبداية طبعا نرحب بضيوفي المتواجدين معي في برنامج 18. في البداية رحب بالزميل العزيز وطبعا الآن أصبح إعلامي عقب الخبرة الكبيرة في مجال الرياضة ومجال الملاعب، هالنجم الخلوق جدا بدر حجي. رحب فيك أستاذ بدر. رحب فيك أبو خالد، مشكور. ورحب أيضا بضيف العزيز الدكتور ناصر الفضلي. رحب فيك أبو بندر، الساعة المباركة. هلا أبو خالد، مساك الله بالخير، أمسي عليك وعلى الكبات الموجودين وعلى السادة المشاهدين، وإن شاء الله نتمناك التوفيق في تقديم هذه الحلقة وأنت كفو لها إن شاء الله. الله يحفظك ما تقصر. أيضا رحب بضيف لاعب القادسية اللي طبعا ارتبط ذكره، الكل يتذكره، لكن الذكرى إن شاء الله تكون سعيدة يعني، وهو لاعب مميز وإن شاء الله راح يستمر يعني بمجال التحليل ومجال الحضور الإعلامي من خلال البرامج الرياضية. رحب بمبارك الفريج لاعب القادسية السابق، الساعة المباركة وجودك معنا. ساعتك أبرك طال عمرك ومشكورين، ورحب بالحضور والمشاهد الكريم. رحب أيضا بمحلل البرنامج 18 العزيز أخوي العزيز ماجد عوض. عوض مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، بالخير. أرحب فيك وبالسادة المشاهدين، ورحب بإخوان الكبار طبعا بروضان و فهد والدكتور ناصر اخوي اللي من زمان ما شفته، يمكن مبارك الفريج، وانت اتمنى لك التوفيق يا الله يحفظك ما تقصر يا ابو عوض. نروح عاد لبلميكر برنامج 18 اللي غفشاته دائمه تترك اثر بين، يمكن يسمعون الناس يقولون لا والله هذا قاعد يصارخ ويهاوش، ولكن يحمل قلب كبير جدا للي يفهمه. بلميكر المميز جدا محلل 18 اخوي ابو روضان ناصر، ابو عايد الروضان. راح فيك ابو روضان، والساعة المباركة. الله يبارك فيك، وانا سعيد جدا صراحة يعني اني اقعد معاك في هالطاولة واتناقش معك. واحنا اسعد ان شاء الله بوجود هالكوكب المميزة، وطبعا راح يحوشك من القفشات، نتمنى لك الطلة الرائعة ان شاء الله والاطلالة الاولى، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق. الله يحفظك. ونتمنى لاخواننا منهم خلف الشاشة مثل ما تقول سهرة مميزة، وإن شاء الله يستمتعون بالآراء، وراح أهديهم اليوم مانشيتين. أي بعد مانشيتاتك الأول يقول مسميها أنا الروضانيات برعاية الزعيم الملكي، يقول لك الزعيم الملكي يضرب بالخمسة والحشان يصالح جماهيره لتكتمل الحفلة. الله أكبر. وأما المانشيت السالمية والجهرة، الجهراء بغياب زايد احتاس وفراس ينحط على العين والرأس والبقية بالـ18. إذن بدينا دائما مثل ما عودناكم في 18 بالمانشيتات الروضانيات نسميها، عايد الروضان. نبدأ معكم مشوار هذه الحلقة، خلكم معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج 18. في الأمس التقى طبعا محب للكيان القدساوي السيد فواز الحساوي، وكان الأثر الإيجابي بشكل كبير والنفسي على أفراد لاعبين نادي القدسية. اجتمع السيد فواز الحساوي مع أفراد نادي القدسية وكان له كلام كثير، وتطرق لجميع النقاط الفنية والإدارية فيما تعلق بالفريق، يعني أعطاهم جرعة كبيرة بشكل يعني عكس على مباراة اليوم اللي طبعا أقيمت بين القادسية والتضامن. نشوف الفيديو الخاص في اجتماع فواز الحساوي مع أفراد لاعبين نادي القادسية. ودي أقول لكم شغلة، يعني ما أدوان كرة القدم طبيعة الحال يعني هي فوز وخسارة، وأنتم تعرفون هذا الشيء، ولكن جمهورنا إحنا مو راضي يتقبل، وأنا ما ألوم الجمهور كوني أنا واحد منهم، مو راضي يتقبل يشوف القادسية في هذا الشكل. اللي أنا يعني أنا
اني اسندكم واساعدكم واوقف معاكم ان كان الوضع مادي راح اوقف وياكم. وحتى لو اضطر الوضع بان نجيب محترفين في فتره التسجيل القادم راح اساند النادي فيه. وراح احاول نجيب المحترف اللي ينقصه، ولكن انا بشوفها يعني احنا النادي الوحيد اللي في الكويت اللي قاعد نلعب حتى المحترفين المتواجدين مثل صوماليا ومثل اخوان البرازيليين الموجودين حسافه ما يدري ايش قاعد يقول، ولكن ما اشوف ذاك السوء يا اخوان. يعني هم مميزين وهم زينين، بس تحتاج منكم انتم ما ابي روح الانهزاميه تدخل داخلكم. اليوم الروح العاليه مهمه، اليوم نلعب من اجل الفوز. اليوم احنا نادي القادسيه نحتاج تماسككم، نحتاج وقفتكم مع بعض، نحتاج ان احنا نوري للناس ان احنا موجودين. ما ابي اي كلمه ناقصه تطلع عليكم يا اخوان. وقلت لكم انا اياها، تذكرون لما اقول لكم بشتري لكم الدوري، انا اشتري لكم بعد الدوري واشتري لكم بطولات بعد. لا تحطوني في هذا الموقف، خلوني اساعدكم وانتم ساعدوني في نفس الوقت. لو اقعد باي مكان بالجمهور، لو اقعد حتى ورا الجول، قلبي معاكم وروحي معاكم نادي القادسيه. إذن مشاهدينا شفتوا يعني هذا الفيديو الخاص لسيد فواز الحساوي والكلام المؤثر. يعني أنا اختزلت هالمقابلة في ثلاث نقاط، يعني نقاط مؤثرة جدا. يعني قال السيد فواز إذا كانت المشكلة مادية أنا شخصيا راح أوقف معاكم، وإذا كانت المشكلة مشكلة محترفين أنا راح أجلب محترف. ونهاية الحديث قال كلمة أعتقد أن تركت أثر كبير، قال اللاعبين بالحرف الواحد: كم أشتري منكم لقب الدوري هذا الموسم؟ أبدأ معك كابتن بدر بهالثلاث نقاط تحديدا. شوف حقيقة يعني الاجتماع كان أكيد مثمر، لكن نادي القادسية يعتقد الجهاز الإداري الموجود على الشيخ خالد الفهد هو الموجود على الجهاز الإداري حاليا، أعتقد عطى فرصة حق فواز الحساوي، سيد فواز الحساوي، أنه يكون اليوم مع الفريق باستئذان. تأكد لو الجهاز الإداري منع فواز الحساوي من اليوم يقعد مع اللاعبين، تأكد راح تصير ما راح يكون موجود معهم فواز الحساوي. لكن أنا أعتقد ممكن يكون الطرفين أعادوا لبعض. طيب على النقطة هذه، هل مجلس الإدارة الحالي الآن في وضع محرج بدخول سيد فواز الحساوي وهو خارج منظومة الإدارية الآن؟ يعني هل يعني مجلس الإدارة يقدر يمنع فواز الحساوي بأنه يجتمع مع اللاعبين؟ أكيد ما في شك، أكيد لازم يكون في استئذان. هذا نادي كيان، يعني أنت تتكلم عن كيان موجود اليوم نادي القادسية والجهاز الإداري، نتكلم يعني رئيس سابق لنادي القادسية، يعني مو قريب على نادي القادسية يعني سيد فواز الحساوي. أنا أعتقد هذه فرصة إيجابية حق نادي القادسية في إيتاء وعطاء الفرصة حق فواز الحساوي من جديد، خاصة في هذا في اليوم اللي إحنا نتكلم عنه اليوم، نهاية القسم الأول الجولة 18 انتهت اليوم، فهذا شيء طيب. طبعا أنا أعتقد نتمنى المصالحة ما بين فواز الحساوي ومجلس إدارة نادي القادسية. الجولة السابعة، الجولة السابعة نعم، أي بس أنت قلت جولة 18 برامج الجولة الجولة الثامنة خلصت، أنا أتكلم القسم الأول انتهى اليوم. حلو، فأنا أعتقد شيء إيجابي حق إدارة نادي القادسية وشيء إيجابي حق تتكلم عن كرة القدم. نعم. نادي القادسية لما يعود لهم فواز، تأكد فواز كان الحياة بالنسبة لنادي القادسية. طيب مبارك، كونك أنت قدساوي، أنا استأذن من أخوي أبو بندر وأنا أمون عليه، يعني كونك قدساوي، وجود الآن السيد فواز الحساوي في هالاجتماع وقبل هالمباراة وظل هالنتائج السلبية، ما يأثر على وضع مجلس إدارة نادي القادسية خصوصا من الشارع القدساوي؟ والله أنا أشوفها خطوة زينة كمكسب للنادي القادسية، ما راح يأثر لأنه في اتفاق مسبق. أكيد وجود فواز الحساوي واجتمع مع اللاعبين، حط ببالك 100% ان في اتفاق مسبق بين الشيخ خالد وبين فواز الحساوي في امور، يعني مثلا تحفيز اللاعبين، الامور الماديه، هذه شغلات بينهم، لكن انه ياثر ما اعتقد انه ياثر. طيب النقطه عندك ابو بندر، يعني هل وجود السيد فواز الحساوي الان افضل له بان يكون داعم من برا لبرا، او يكون وجوده بشكل رسمي في فترة القادمة في شهر يناير يعني يمسك جهاز الكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نتفق أن فواز الحساوي ولد نادي القادسية ومن قيادات نادي القادسية ومن كبار قائمة الجميع. وجود فواز الحساوي هذه بادرة إيجابية للطرفين وبدأ حسنية، وتأكيد على أن هناك
أمور بدأت تظهر على العلن أن هناك شبه اتفاق على عودة فواز الحساوي لقائمة الجميع خوض الانتخابات. والشيء المؤكد أن فواز هو طموح الرئاسة، فبالتالي هل الشيخ طلال راح يقبل في هذا الأمر؟ أنا أعتقد الشيخ طلال عنده النية لعودة فواز الحساوي لإنقاذ نادي القادسية. طيب بعد غياب فواز انهار النادي في كل العالم. هالنقطة هذه يعني أنت يعني في ضوء اللي عيشه نادي القادسية الآن وحالة الفريق ككل، يعني ليش حطيت هالجزئية هذه؟ يعني أن فواز يقبل ولا شيخ طلال يقبل دخول فواز الحساوي كرئيس النادي؟ إحنا واضحين قائمة الجميع المفتاح عند الشيخ طلال، ما حد يقدر ينزل في هذه القائمة إلا بموافقة الشيخ طلال فهد، وهو رئيس القائمة وهو عراب هذه القائمة وهو اللي شكل هذه القائمة. فبالتالي فواز الحساوي أول ما بدأ ترى بدأ عضو عادي مع قائمة الجميع ومسك لعبة الاسكواش وأحيا هذه اللعبة بعد ما كانت من عدم، يعني ما هي موجودة. فبالتالي الشيخ طلال أعتقد أن الكريدت موجود والموافقة موجودة عند فواز أن على خوض الانتخابات، وهذه البادرة تحس النية من الطرفين، وهذا تأكيد وتطمين لجمهور نادي القادسية بأن القائمة ستعود وأن نادي القادسية سيعود وستعود الإنجازات بعودة الشيخ طلال على الأقل بدعم لهذه القائمة. وجود فواز الحساوي من ضمن أعضاء مجلس الإدارة سواء رئيس أو نائب رئيس، فواز الحساوي شخص داعم يحب نادي القادسية. فواز ما يبحث عن بناء اسم لشخصه، فواز لو يبحث اسم لشخصه كان قبل في أي مركز يقعد في نادي القادسية، لكن هو يحب النادي يحب فريق كرة القدم وعرض عليهم في أكثر من مناسبة أنه جاهز لو يشتغل مشرف في الفريق الأول أو مدير الفريق، وأعلن أكثر من مرة أنه يبغى يعطوني فريق كرة القدم وأنا أتكفل في هذا الفريق. أنا بكل ما فيه عندها الجزئية برضان، يعني سيد فواز الحساوي شنو يقصد في الكلمة بين حق اللاعبين أنه يعني بكم يشتري منكم الدوري؟ هذا أكبر تحفيز للاعبين واكبر دليل. شوف اليوم شلون لعبوا مع التضامن، ابدعوا فازوا بالخمسه وكان ممكن النتيجه تعلى. بس خلينا نكون واقعيين، يعني التضامن متدين للترتيب فريق يعاني بشكل كبير، يعني ليس مقياس عوده القادسيه امام فريق التضامن. التضامن يعاني وايضا القادسيه يعاني. القادسيه اليوم اول ربع ساعه فيصل عجب أتى بالعجب وسجل هدف في مرمى. أرجعك للنقطة الأساسية، أيه؟ تصريح فواز سيد فواز الحساوي بكم تبيعون لي لقب الدوري أو كم يشتري منكم لقب الدوري؟ هذا أكبر حافز النادي القادسية ينقص الدعم المادي والعودة الحميدة لأبو عبد العزيز لبيته وعشقه الأول. هذا أنا أعتقد أنه سيناريو معد للنهوض بالنادي من جديد، وخاصة أن النادي تنقص الإمكانيات المادية وفواز مستعد يبذل الغالي والرخيص في سبيل أن القادسية يعتلي المنصات. وكان هناك من يعرقل هذه العودة وذهب. من يعرقل؟ في ناس اللي صرحوا أنه غير مرحب فيه في وجوده في نادي القادسية. لا، من رضا معرفي ولا منه سعود محمد كان حسن أبو الحسن أيا كان من القائمة اللي موجودة ذهب إلى حيث ذهب وأتى فواز الحساوي إلى بيته وعشقه الأول ليدعم النادي، وهذا معدن الرجال يظهر في الشدائد والأزمات. طيب هني فواز الحساوي أنا بأخذ لك نقطة، بأخذ نقطة وبرجع لأخوي أبو عوض عندنا النقطة هذه وببشرك أبو محمد. يعني الآن فواز الحساوي له تصريح سابق قال يا أخي أنا اشتغلت وأنا اللي أدفع وانا اللي بالصوره وبالنهايه الناس كلها تسولف باسم شخص، يعني باسم شخص الشيخ طلال فهد عسى الله رجع بالسلامه ان شاء الله، يعني ينسون دوري وينسبون كل اللي انا اسويه حق مجلس الاداره وحق الشيخ طلال كونه رئيس النادي. طيب انا دوري وينه الان؟ دخول السيد فواز الحساوي في المنظومه الحاليه الان رجع نفس البوابه القديمه او النقطه القديمه؟ شوف اثبت، انا بتكلم على الاخ فواز الحساوي للامانه أبو عبد العزيز، أثبت فواز الحساوي أن هذا هو القدساوي الأصيل، هذا هو ابن النادي أحد رجالات النادي الأخ فواز الحساوي. يمكن شفنا أصوات النشاز اللي كانت تحارب فواز الحساوي خلال الفترة السابقة من خروجه من نادي القادسية ومن استلامه للاتحاد، شفنا أصوات كانت تحارب فواز الحساوي، وخلنا نتكلم يمكن الأغلبية كانت خلنا نتكلم محسوبة على مجلس الإدارة بالواقع.
أصوات قاعد تحارب فواز الحساوي، قاعد نشوف اللي هاجمونه بتويتر اللي يتكلمون عليه. أثبت فواز الحساوي من رجوع النادي القادسية أن هذا هو القدساوي الأصيل، أثبت أن متى ما القادسية كان بحاجة رجالات النادي فواز الحساوي، حب النادي القادسية وعشق النادي القادسية وبيت النادي القادسية، أثبت أني أنا موجود وقت الشدة يا نادي القادسية، متى ما بغيتوني أنا موجود، أنا مو من ربعكم اللي وقت الشدة يخلي ناديه. فواز الحساوي أثبت للأمانة. طبعا دخوله في الاجتماع مع اللاعبين أكيد باستئذان الرئيس النادي والجهاز الإداري، ما دخلوا الأخ فواز الحساوي مع اللاعبين وكلام اللاعبين إلا مستأذن منهم. بس زي. للأمانة خلنا أنا بأخذ منك أبو محمد بس هالجزئية واسمح لي بهذه، لأن أنت اتطرقت لها. أنا أقول لك مطالبة الجماهير، جماهير الزعيم الملكي بعودة فواز الحساوي هي أكبر رد على من يقول إن الحساوي ما تنسب لها الإنجازات هذه. بهالنقطة هذه بس النقطة أبو محمد، بهالنقطة هذه مبارك أنت تحت الهواء شنو قلت؟ قلت عودة السيد فواز الحساوي جت متأخرة. هذا ردا على كلامك بعض. تفضل. والله أنا برأيي سيد فواز الحساوي المفروض إنه ثالث جولة من ثالث جولة. القادسية من بداية الموسم يبين إنه ما في توافق بين الجهاز الإداري والفني. مبينه سعود أبو حمد مع المدرب، هذه شغلة الكل يدري عنها. ثالث جولة مفروض أو ثاني جولة مفروض ان فواز الحساوي يدش نفس الدشه هذه عشان نلحق على القادسيه، لان الحين القادسيه بينه وبين الكويت 10 نقاط. طيب هالنقطه هذه الكلام اللي قاعد نقوله احنا ثلاث اقسام لا تنسى. اي ما يخالف ثلاث اقسام بس لا زال فهم الكلام ابو بندر اللي قاعد نقوله لا زال غير رسمي، يعني دخول الان سيد فواز الحساوي غير رسمي، يعني الكلام اللي قاعد نقوله كله افتراضيات، حب ما في شيء رسمي. لا احنا متفقين يحب النادي، وانا يمكن اروح في جانب ثاني. احنا الحين تقريبا كلنا يعني على اتفاقنا نادي الكويت تقريبا هو بطل الدوري بنسبه 80% يعني الكويت هو بطل. انا ما ابي اقول يمكن فواز اخذها شو اعلامي انه كم تبون عشان اعطيكم الدوري، هو سواها قبل هالمره. لا سواها لكن كان قبل شراء الدوري من لكن كانت الظروف واللاعبين الموجودين عكس الظروف واللاعبين الموجودين الحاليين. انت شفت لعيبه القادسيه اليوم كانوا في مباراه اعتزال كلهم كرشين، في ثلاث اربع لاعبين كرشين، هذول مو ما يفوزون بالدوري. ابيك توضح لي هالنقطه اللي انت ذكرتها. يمكن ما اخذها شو انا بشوف يعني ما اخذها شو يعني ما تقول يعني انت قلت جزئيه وبعدين ما ابي اقول يعني خلكم صريحين. لا صريحين انا ما اشوف. انا قلت في الجانب الاول انه يحب النادي وبيدعم حتى لو كان خارج مجلس الاداره، الرجل يحب النادي ويحب الفريق. بس لازم نتكلم في الجانب الثاني، احنا ما ندخل في النيات، لكن يمكن شو اعلامي. الحين كل العالم تتكلم ان فواز قال كم بدفع كم تبون الدوري، واحنا عارفين الدوري حق نادي الكويت. طيب هالجزئيه هذه انا بوجه سؤال لاخوي ابو فهد. توقع مجلس اداره نادي القادسيه تنازل عن اشياء حق السيد فواز الحساوي؟ شوف بخالد، يعني اليوم لما نتكلم عن حضور فواز الحساوي كلنا تكلمنا واتفقنا على هالاتفاقية، وهذه اتفاقية موجودة لا شك، لكن يتنازلون عن بعض الأشخاص، هذه ممكن أن يتنازلون عن بعض الأشخاص لأن كانت وراء فواز الحساوي كانت مشاكل كثيرة، وكان يطلع فواز الحساوي في عديد من القنوات وكان يتكلم في هذا الجانب، حتى في تويتر كان يتكلم في هذا الجانب، كان يتكلم بلسانه وليس على لسان آخرين ان عنده مشكله كبيره مع بعض الاشخاص، مع بعض الاسماء اللي موجوده في، خاصه نتكلم عن سيد رضا معرفي. طيب كانت واضحه ابو رضوان، يعني سيد فواز الحساوي الان يعني واضح للعلن مطالباته، كلام الكثير اللي كان يقوله في السابق انه كانت عنده مشاكل في بعض الاسماء في قائمه الجميع اللي ترأس الان اداره نادي القادسيه. الان دخول السيد فواز الحساوي كون نقول مشجع بين قوسين مشجع ومحب، لكن المفروض أن يعني دخول فواز الحساوي بهذا الشكل باجتماعه مع اللاعبين هذا يعطينا مؤشر كبير أن في شيء قاعد يصير خلف الكواليس. قلنا لك هذا يعتبر سيناريو وهذا جرين لايت أن فواز الحساوي أنت مرحب فيك من أعلى المستويات من قائمة الجميع، من الشيخ طلال. إيه قائمة الجميع طبعا، الشيخ طلال هو يترأس القائمة هذه. طيب. وأكيد أنه ماخذ القرير لايت على ما يقولون الضوء الأخضر، وهذا وقاعد يجتمع باللاعبين وبوجود رئيس النادي وبوجود الأعضاء. وأنا برد على اللي كانوا يحاربون فواز الحساوي، هذي لهم أعداء النجاح، هذي لمن أطاح بنادي القادسية
من كأس التفوق، هذين من أطاح من نادي القادسية من جميع اللعبات. شوف اللعبات التردي اللي موجود في نادي القادسية برا أسوار نادي القادسية موجودين أعضاء مجلس إدارة حاليين. أنت صريح؟ أنا صريح، بس أنا ما بيدخل معاهم مشاكل وتعال والإلكترونيات. هذا اليوم أنا فاضي إيش يسمون هذا الجرائم الإلكترونية كل يوم ناقل قشي رايح الواحد. لا هذين هم أعداء النجاح، وهذا فعلا هم تسببوا في فشل نادي القادسية على جميع المستويات. وأنا برد على مبارك تقولي متأخر، لا مو متأخر، أنا أكاد أجزم حين أزعم بأن القادسية سيكون منافس شرس إن شاء الله لنادي الكويت والجارة على بطولة فيفا لهذا الموسم إن شاء الله، وسينطلق قطار الزعيم الملكي. زي في نقطة ذكرها سيد فواز الحساوي وقال إنه يعني إذا الأمر تطلب بأن يعني نادي القادسية يحتاج إلى محترفين فأنا مستعد شخصيا بأن أجيب محترفين. طبعا المحترفين فواز الحساوي معروفين يعني لاعبين كبار يعني بحجم عمر السومة، فراس الخطيب عزة، أسماء كثر، لكن إحنا بنوريكم فيديو وهالفيديو حصري، وهاللاعب هذا لعب بالقادسية ودائما يتقنى في حب جماهير القادسية ونادي القادسية. بنشوف هالفيديو، وترى هالفيديو على فكرة يعني حصري لبرنامج 18. مفاجآت اليوم ابو خالد انت الله يهديك. Hello guys, I just want to wish you a good luck for the rest of the season, which means that you're not doing so good in the season right now. But I believe that you guys will make it, and it's only hard work can pay off. And besides that, I think give 100% to training and you will come back soon as possible. Bring the titles home this season. I'm with you guys. Calisia, big fans. You have a big fans behind you guys, and I think every match should be paid off by you guys. Yeah, so like I'm saying, I'm in Serbia, Belgrade. I've just finished watching you guys the game, and I'm very happy that you guys win 5-1, and keep continuing. Good luck for the season. Galicia, believe you guys, the whole fans believe you guys can bring this title this season. So good luck guys, together, bye. شفته طبعا الفيديو الخاص للمحترف السابق في نادي القادسية، هو الآن محترف في نادي بارتيزان الصربي، وهو الهداف طبعا سيدوبا اللي قدم موسم واحد أعتقد مع القادسية وقدم يعني مستوى كبير، ولا زال يتقنى عشقه لهذا النادي ويتقنى أيضا بحبه لجماهير نادي القادسية. ببدأ معاكم كلكم هالسؤال بقطع في وسط الـ18. ابدا معك ابو فهد، يعني السؤال رحت الوسط. انا اقول لك شنو السؤال. السؤال ان اللي انتهيت قبل الفيديو، نعم، يعني سيد فاز الحساوي قال اذا الفريق محتاج محترف او محترفين انا على استعداد بجلب محترفين. الان سيدوبا صحيح اسم الاسماء المطروحه، ودائما نشوفه يتقنى في حبه وعشقه لنادي القادسية. لا شك أن نادي القادسية محتاج في هذا الوقت حق سيدوبا، حق لاعبين كثر بصراحة نادي القادسية. تفضلت حق عن فواز الحساوي، يعني كان عمر السومة كان موجود، جهاد الحسين كان موجود، يعني عدد كبير من اللاعبين كانوا يعني بإتاء طبعا تنسيق ما بين الشيخ طلال وفواز الحساوي، كان نعم. بصراحة ثنائي جميل كان ذيك الفترة، خاصة في الجهاز الفني لكرة القدم في نادي القادسية. اليوم لما نتكلم عن سيدوبا، نادي القادسية محتاجين جهة اليمين. جهة اليمين اليوم أنا أعتقد نادي القادسية صحيح صالح الشيخ قاعد قام في أدوار، لكن اليوم أنت محتاج الأدوار الفعالة داخل المنطقة هذه، خاصة نتكلم عن النشاط. النشاط اليوم مفقود في نادي القادسية من الجهة هذه. يعني تياغو أنا أعتقد يفترض نادي القادسية يعني هذا اللاعب على علامة استفهام أنا في رأيي الشخصي، إلى تجديد دماء خاصة في المحترفين. نعم، وكذلك اللاعب الثاني ليما
يعني هم لاعب على هالنقطة أبو بندر. يعني القادسية ما يحتاج إن نسأل محتاج محترفين أو مو محتاج. القادسية بثلاثة محترفين مع الصومالية لازم أربعة يكون عندك عشان تقدر تنافس في ظل الأوضاع الحالية. القادسية ما يقدر ينافس في أي بطولة، والدليل الموسم اللي طاف أربع بطولات أخذ النادي الكويت. هم دائما يتنافسون القادسية والكويت، يمكن خلال كل أربع خمس سنوات يطلع لك واحد يأخذ الكأس، لكن الدوري لا. القادسية والكويت صار لهم 17-18 سنة وراح يستمروا على هذا الموال مدة 10 سنوات. فبالتالي الأخ فواز المفروض ما يوجه هذا السؤال، يبادر ويقدم ويحط المبلغ ويقول اختاروا المحترفين لأن شهر واحد قريب. فبالتالي ليش إحنا نوصل لشهر واحد؟ القادسية مو محتاج لاعب يجربه، محتاج لاعب يعرفه دايركت تجيش بالتشكيلة. أنا ما أبي لاعب أقعد أجرب أسبوع أسبوعين. والله القادسية يعني مو محتاج من هذا. اختيارات السيد فواز الحساوي معروفة يعني على تاريخ استلام النادي القادسية ونوعية المحترفين وجودة المحترفين اللي كان فترة فواز الحساوي كانت موجودة. سيدوبا الآن يلعب بارتيزان الصربي ويشارك في الدوري الأوروبي، بيترك هالهالة الإعلامية في أوروبا وهي حلم كل لاعب كرة قدم ويروح حق القادسية؟ والله أنا اللي سمعته إن سيدوبا إنه مو مرتاح نادية، قاعد يقدم مستويات كبيرة وقاعد يسجل بس رغبة اللاعب مبينة، يخاطب اللاعبين تحس إنه هو يبي يرجع. الناقص إنه فواز الحساوي إنه يجيبه، أنا برأيي إنه يجيب سيدوبا بالإضافة إلى المحترفين الموجودين يستغني عنهم خلاص مع الصومالية، وصوماليا يخليه ويجيب محترفين اثنين على مستوى عالي. القادسية محتاج إلى محترفين، وخاصة إن في لاعبين بالقادسية مستواهم قل ومساعد ندى راح يعتزل، فمحتاجين القادسية محترفين صراحة. أبو محمد، القادسية في صف ثاني من اللاعبين الشباب، وإحنا شفنا يعني كذا اسم يعني موجود، لكن يحتاجون إلى استمرارية في المباريات. لكن في وجود خط وسط نقول نوعا ما كبير بالسن، يعني صالح الشيخ وبعض الأسماء موجودة، بدر المطوع، بعض الأسماء اللي موجودة يعني صاروا كبار الآن، تجديد الدماء مع المحترفين الجدد الآن، يعني توقع أنه بدخول محترف جديد إذا فكرنا بسيدوبا مثلا؟ شوف القادسية حتى ترى الأسماء اللي قاعد نتكلم عنها قاعد تقدم مستوى، بس ما هي المستوى المطلوب منها. في أسماء قاعد تدخل تشكيلة بالقادسية، قاعد نشوفها يمكن اليوم شفنا إشراك محمد خليل اليوم، محمد الفهد كان يشارك قبل إصابته وكان لعب مباريات، قاعد نشوف تألق الأمانة أحمد الضفيري في وسط القادسية، قاعد نشوف يمكن القادسية قاعد يلعب يسوي خلطة بين الخبرة وبين اللاعبين الشباب الصغار. فنتمنى احنا مشاركتهم ليش خلهم يدشون في مع الفريق، يتعودون على الفريق اللاعبين الصغار. اليوم مشاركة محمد خليل يمكن اليوم كان ما شاء الله اليوم من نجوم اللقاء، محمد خليل مع أحمد الضفيري اللي شفناهم. المحترفين شوف فواز الحساوي يمكن عفوا كلامه مع القادسية وعلى المحترفين، يمكن فواز الحساوي ما عنده حسبة انتخابية في وجوده في نادي القادسية كثر ما هو حب لنادي القادسية. أعتقد الحسبة الانتخابية برا حسبة فواز الحساوي في هالوضع، لأنه قاعد يشوف تردي وضع نادي القادسية ونتائج نادي القادسية السيئة، وحبه لهالنادي وهالكيان اللي خلاه يتكلم ويجتمع مع هاللاعبين ويبادر هالبادرة اللي شفناها. يمكن سالفة الدوري ترى شراء قبل القادسية كان في فرق 7 نقاط صحيح، كان على الكويت وكان في موسم اعتقد 2011 كان القادسية فارق 13 نقطة عن نادي الكويت، والكويت قدر يوصل بفرق نقطتين اعتقد اخر الموسم. يعني ما يعني شوف ومتى ما تكلمنا عن المثلث، احنا دائما نتكلم عن المثلث الفني والاداري واللاعبين. المثلث متى ما كان العناصر متوافره فيه، الماده اللي هو الحين نتكلم على كره القدم 70 الى 60% من كره القدم ماده، ترى احنا متى ما توفرت العناصر هذه ما نختزل يعني تصريحات واجتماع السيد فواز الحساوي مع فريق اللاعبين القادسيه يعني كدخول رسمي لفواز الحساوي، لكن الآن احنا متفقين كلنا ان القادسية دخول فواز الحساوي سيؤثر بشكل كبير ايجابي طبعًا على فريق القادسية. لكن سيدوبا هل واحد الاسماء المختارة تتوقع بروبا؟ انا بقول لك انتم تطرقتوا الى ان الناشئين يصعدون، الجماهير القادساوية لن ترضى الا بالبطولات، لأن قاعد يحز بخاطرهم العام ان الكويت سيطر على البطولات صحيح. فهذا القادسية اذا ما يعني بالسنه بالسنتين ياخذ بطولات هذه مصيبه تعتبر في نادي القادسية. انا اقول لك النجم سودوبا هو اكبر خساره اللي كان لنادي القادسية قبل موسمين، وكان برحيل سودوبا هو السبب المادي، العجز المادي اللي يعاني نادي القادسية صحيح. هذا النجم سودوبا هو كان المفروض يقوم بالأدوار التي يقوم فيها بدر مطوع الآن، ولكن سيدوبا بعقلية احترافية مميزة. فتخيل وجود هاللاعب هذا في نادي القادسية
في ظل وجود صوماليا ومع محترفين اثنين وابو عبد العزيز قادر على الشيء هذا انه يختار محترفين ذو قيمه ها راح تشوف القادسيه فعلا سيكون منافس شرس على البطولات مع نادي الكويت والجهره لهذا دائما اللي يجيبهم محترفين عالميين ترى ابو عبد العزيز دائما اختياراته موفقه يعني هاي كواليتي اي هل نحط نقطه عند هالجزئيه اللي ذكرناها ونروح معاكم لي طبعا اليوم استكملت الجوله السابعه باقامه لقاءين اللقاء الاول جمع التضامن بالقادسيه واللقاء الثاني جمع سالميه بالجهراء نروح اول شيء للمباراه الاولى والتقرير المفصل حول هالمباراه التضامن والقادسيه خلكم معنا. إذن القادسية يفوز على التضامر بخمسة أهداف مقابل هدف. هذه المباراة يعني أتت بعد اجتماع السيد فواز الحساوي أثر نفسي يمكن الناس تقول أثر نفسي لكن القادسية لم يظهر بالصورة المطلوبة في هذه المباراة. نعم حقق الفوز حقق المطلوب الأكثر وهي الفوز وثلاث نقاط لكن مجملا هل قدم شيء القادسية؟ هل هذه المباراة عودة فعلية القادسية؟ أم هذه المباراة ليست بمقياس كون أن فريق التضامن متدين للترتيب والحالة البدنية اللي ظهر عليها التضامن؟ أبدأ معاك أبو فهد، هالمباراة تحديدا هل هي مقياس عودة القادسية؟ هي شيء جيد طبعا. اليوم نادي القادسية لما يفوز في هذه النتيجة لما نتكلم عن النتيجة لكن بالنسبة للأداء أداء يعني أنا أعتقد أداء جيد لكن مو الأداء اللي إحنا نقول من نادي القادسية. اليوم لو شفت نادي التضامن مفكك يعني خاصة نتكلم عن وسط الملعب فهد عوض عبد العزيز عشوان وراشد المطيري كانوا هم وسط الملعب. نعم. لما نتكلم عن العمق الدفاعي سلطان خلف وجاسم كرم بصراحة كانوا بصراحة هالخمس لاعبين يعني كانت مشكلة نادي التضامن بشكل كبير. ليش؟ إنه دائما الاطراف هي اكثر عدد الاهداف على مستوى العالم الاطراف. العمق دائما تلقى فيه المشاكل كثيره يعني دائما تلقى المراقبه دائما تلعب على الاطراف يكون لك اسهل الفريق لكن نادي القادسيه اتجه للعمق. لو شاهدنا الاهداف طبعا الاول والثاني لنادي القادسيه بعد الهدف الجميل بصراحه لفيصل عجب بصراحه يعني راوق من المدافعين وخاصه مع صوماليا يعني فيها مهاره استخدم المهاره في عقله واستخدم ركن الكره في تسجيل الهدف لكن من بعدها ما شفنا نادي التضامن ما كان نادي التضامن اللي لعب اول ربع ساعه كان متحفظ مع نادي القادسيه وقادر انه يسجل هدف لكن بعدها نادي القادسيه يعني تسجيل هدف نادي التضامن تفكك بشكل كبير وشفنا يعني نادي التضامن ما كانه يعني موجود في خبرة لاعبين الوسط القادسية قضت على 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 حماسة خط وسط التضامن وقدروا انه يسيطرون على المباراة بعد الهدف اللي سجله فيصل عجب للتضامن. لا شك نادي القادسية عنده نتكلم عن لاعبين الخبرة الموجودين داخل المستطيل الأخضر لكن انا اعتقد نادي التضامن فريق مفكك بس نادي القادسية اليوم حقق نتيجة جيدة انه خذ ثلاث نقاط في خمس اهداف. طيب ابو بندر يعني الهدف الجميل اللي سجله فيصل عجب في المباراة هل هو فعلا رسالة مبطنة لإدارة نادي القادسية أن كيف تتركني أنا كمهاجم
وتحتفظ بمهاجم محترف مثل تياغو اللي لم يقدم شيء يشفع له في هالجولات السبع. بخادي ما هي رسالة مبطنة، رسالة واضحة حتى الجمهور قاعد يقولها في كل وقت. يعني معقول أنا ماني عارف المدرب ولا الجهاز الإداري اللي استبعده فيصل عجل؟ أي والله وهم مصدقين قاعد يستبعدون لاعب موهبة لاعب شاب. هذا الهدف يعني شوف. وأنا استغربت من فيصل ما احتفل، يعني هذا طلع لي فيه هذا شنو كان هذا الاحترام والله. احترام اللاعب للكيان القدساوي، احترم لاعب قدساوي. أنت الحين لاعب نادي التضامن، احترم فريقك، احتفل. شنو ما تحتفل؟ أنت وين قاعد؟ لا ما يصير. بندر ترى هذه عادة 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 موجودة في عادة عادة مو مقبول عادة مو مقبول. لا عادة أنت الحين لاعب نادي التضامن، أنا قول ما احتفل والله قولت على فريق القديم. طيب رحت من التضامن تلات للسالمية أقول على القادسية ما احتفل، أقول على التضامن ما احتفل. أبو خالد إيش قال؟ أبو خالد إيش قال؟ قال هي رسالة مبطنة. هذا عدم احتفاله هو الرسالة مبطنة للنادي القادسية. هذا رسالة حق الجمهور، رسالة حق الجمهور عدم احتفاله. أنا ضد اللاعب اللي ما يحتفل. طيب أنت مهاجم ويمكن بتنتقل لنادي ناديين ثلاثة، بكرة بتقول على الأندية اللي لعبت فيها ما تحتفل. يعني هذا تقليد على الفكرة. والله أنا ضد رونالدو، كريستيانو رونالدو ضدك، لعب ريال مدريد مع مانشستر يونايتد وسجل هدف وما احتفل. كل اللاعب أسماء كثر نجوم عالم. لا أعتقد هذه عادة. لاعب شوف رياضية أخلاقية. أي أخلاقية. تدري فيصل عجب ترى اليوم لا هدف الخامس اليوم اي بس لقوا منه هدفين، لقوا منه هدفين بس هو اللاعب الوحيد الكويت اليوم له 5 اهداف. لولا القاء الاهداف امام نادي الجهره لليوم 5 اهداف حق فيصل عجب. ابو خالد سمعت لها بتكلم عن المعلق اليوم يا جماعه والله العظيم التعليق مو بهالطريقه. يعني عرفنا القادسيه قدساوي، الكويت كويتاوي، لكن التضامن سمي لي اياه تضماوي وعادة 30 مرة على الهواء. تضماوي شنو تضماوي؟ يعني احنا طبعا زملائنا وعزاء يمكن زلت لسان 30 مرة عادة. خالف 30 مرة عادة ما يخالف، ما يخالف يمكن زلت لسان. ترى الحماس يا جماعة لازم في محاسبة، تاخذ المؤلفين وزملائنا ونحترمهم. لا ابو خالد ونجلهم ونقدمهم لازم في محاسبة. انا بروح لك مبارك مبارك يدور الشر يدور الشر الشر يدور مشاكل. تضماوي شنو تضماوي؟ مبارك انا برجع لك لهالنقطة هذه. ترى في نقطة مهمة جدا، يعني اليوم كل عشاق نادي القادسية وجماهير نادي القادسية تفاجأوا عدم وجود الحارس الأساسي أحمد الفضلي ووجود مبارك الحربي الحارس بديل وبدون سابق انذار. أحمد الفضلي ليس موجود في القائمة، يعني مو احتياط، مو موجود في القائمة. المصدر اللي عندنا في 18 يقول أن أحمد الفضلي اتخذ خطوة رسمية بأن يكون مرافق لأخوه صباح في رحلة علاج في الخارج. صحيح. نسأل الله رب العرش العظيم أن يشافيه يا رب ويشافي جميع مرضى المسلمين. لكن هالتوقيت هذا بعد يعني تصريح أحد الإداريين وقال سحمل أحمد الفضلي خسارة القادسية أمام الكويت، هذا التوقيت ترك علامة استفهام كبيرة عند الشارع القدساوي. ردك مبارك. والله أنا شوف أنا جاي بتكلم عن الموضوع هذا، أنا انصدمت من تصريح سعود بو حمد عقب المباراة يقول أنا أحمل لاعب فلاني. أنا أول مرة أشوف كذي إداري يقول أنا أحمل الهدف إلى للحارس. ترى كثير من الجمهور قدساوي بالسوشيال ميديا حمل أحمد الفضلي. أوكي. ما يخالف جمهور. بس أنت جمهور. هذا جمهور. جمهور يقول بس رأيك. أنت كإداري تطلع وراء المباراة تقول أنا أحمل الهدف فلان، أنا أول مرة أشوفها. هني الخلل يعني. يعني وبعدين خالد الفضلي يعني قدم أحمد الفضلي قدم مستوى يعني بصراحة ممتاز من القادسية، وعدم وجوده أنا أشوف إنه ظروفه، ويمكن الريال عنده ظروف صحيح ظروف خاصة، وفرصة حق مبارك الحربي إنه ممكن يبدع لاعب الاحتياط ممكن يبدع. بس أحمد الفضلي يمكن عنده ظروف، وأنا أدري إنه عنده ظروف وما قدر. بهالنقطة هذه أبو محمد ليش ما كان في شيء مسبق؟ يعني المنسق الإعلامي في نادي القادسية مفروض أنه يتكلم، يعني هيئ الشارع الرياضي القدساوي أنه والله أحمد الفضلي مقبل على أنه بيستأذن من الفريق وأنه بيرافق أخوه في رحلة علاج، يا ربي عسى ربي شافيه إن شاء الله. ليش جت فجأة الأمور كلها؟ شوفوا شيء ندعو الله أن يشافي صباح أخوه آمين رب العالمين جميع مرضى المسلمين.
طبعا التوهان الاداري اللي عايشينه نادي القادسيه من بدايه الموسم، نتكلم يعني بصراحه ان ابو خالد من تصريحات مدير كره من رئيس الجهاز عفوا سعود ابو حمد، يعني استغرب انا مثل ما قال ان رئيس جهاز او مدرب بعد الخساره احمل احد اللاعبين الاسباب. انت رئيس الجهاز، انت اللي تحاسب، ما يصير احمل اللاعبين. يبقى هذا لاعب بالملعب يغلط اليوم باكر يتوفق، اليوم ما هو متوفق وما تطلع منك. انا عفوا شو بقول للاعب باكر اذا جيت المباراه ولا انا مسؤول واقول له انت سبب الخساره؟ شنو نفسيه اللاعب اللي راح اتعامل كجهاز إداري مع اللاعبين؟ استبعاد أحمد الفضلي أو أحمد الفضلي هو اللي استبعد نفسه، حسب علمي أنه رافق أخوه في رافق أخوه في رحلة الآن هذه علاج. دعوة لعودة نواف الخالدي بقوة. شوف اللي سمعت أن نواف أنه بطل ناوي الاعتزال وبطل، بس ممكن نادي القادسية إذا ما لقى الحارس، يمكن اليوم شفنا الحارس مبارك الحربي أول مرة الأمانة نشوفه، يمكن حارس من المراحل السنية موجود في نادي القادسية، بس يمكن عودة لازم يكون في حارس لا اسمه في نادي القادسية لا وزنه. احنا ما نتكلم على اخ المبارك الله يوفقه، ما شفناه يمكن اول لعبة هذا اليوم مرسة. اول مباراة نتمنى له التوفيق، بس وجود حارس يمكن نواف الخالدي وعودة نواف الخالدي في هالوقت في نادي القادسية، الظروف لازم كلها تجتمع في نادي القادسية، من عودة فواز الحساوي، من نواف الخالدي، من قدام اللاعبين اللي حاولوا يبطلون يردون الحين لرفع نادي القادسية وعودة نادي القادسية. يعني القادسية محتاج الى قرار فعلي على عودة مرة اخرى للمنافسة للدوري. خلال 15 سنة اخيرة يمكن ابو خالد ما شفنا القادسية في المركز السادس في الدوري في الدوري العام، من زمان ما شفنا القادسية يبدي هالبداية هذه. يعني شوف اليوم يمكن اليوم بهذه الطريقة بعد الاجتماع اليوم أنا بس أنا بأخذ هالنقطة هذه بروح دامنا تكلمنا على الحراس. يعني اليوم لعب وليد الرشيدي، وليد الرشيدي أحد الحراس الشباب اللي خامة طيبة ونتمنى له يا رب مستقبل كبير، وقدامه فعلا مستقبل كبير. لكن السؤال لأخوي بورابا علي العيسى، يعني مصادرنا تقول أنه قدم مستوى كبير في المعسكر التدريبي اللي قيمه طبعا التضامن، وكان معسكر ناجح بالنسبة لعلي العيسى. علي العيسى لعب مباراة كبيرة قدام العربي، نعم، وكان أحد نجوم المباراة، نعم، مو كان مفروض اليوم يبدي معه؟ المفروض. ليش يقتلون وليد الرشيدي بكثرة الأهداف، وخاصة إن لاعب شاب صغير؟ يعني هذا الخلل شو تشوفه؟ هذا أنا أقول هذا هنا التوازنات بينهم. المفروض اللاعب اللي أبدع، يعني أنت الحين لو علي العيسى لاعب اليوم مباراة القادسية، علي العيسى ترى برضه علي العيسى مسافر دورة مع دوامة مو موجود. ها هذه النقطة. علي العيسى أبدع مباراة. إحنا من اليوم نقول مصادرنا ومصادرنا. إيش معنا على زين هذا اللي أنا علي العيسى ترى مسافر بدورة مع دوامة وحاول إنه يرجع وحاول يرجعون نادي التضامن مباراة اليوم، نعم، ما قدروا لظروف دوامة رجال وياهم مسافر بدورة. فأشرح بس ترى العلم يعني إنه وليد الرشيدي الشوط الثاني قدم مستوى كبير جدا. لا ما ندم إن الله يوفقه ويرد وليد الرشيدي اللي إحنا نعرفه الموسم. وليد الرشيدي ما له أي ذنب في أي جول دخل مرماه اليوم، صحيح. صد كرات ما تصد ولا ترد، وخاصة من بدر المطوع. أنا بقولك على الدور مال المنسقين، أنت تطرقت لهذا دور المنسقين. المفروض هذا هني الشيء يعاني منه أكثر الأندية، أنهم دورهم الفعال متى يوعون الجماهير بأي معلومة مهمة مثل هالأمور هذه. وأنا أستثني صراحة اثنين في المنسقين الإعلاميين في الأندية، اللي هو العبشة مع النادي العربي وأحمد الفرهود مع نادي الكويت، والباقي أدوارهم صراحة ما أنا عارف. لا أبو ثامر صالح الجنفاوي لا تنسى، صالح الجنفاوي مدير كرة هذا وصل. لا أبو خالد، في نقطة نادي الكويت عمر الزامل أو عمر الزامل عمر يوسف الجاسم بالسالمية ومقصر العربي في النقطة. إحنا ما نقدر نلوم وليد على كثرة الأهداف. انت شايف قلوب الدفاع بنادي التضامن منظومه دفاعيه صراحه، لا 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 بالذات قلبين الدفاع جاسم كرم العمق وسلطان العليزي. سلطان خلف سلطان خلف صح، صراحه هذولي اهدون للقادسيه الهدف. اليوم اكثر يعني 5 أهداف 4 من قلوب الدفاع. يعني انت شفت البلنتي اللي سواه سلطان خلف، ما يسوي لاعب مبتدئ تحت 12 الارتباك اللي موجود. انت شفت القادسيه كلها من العمق مثل ما قال ابو فهد، تياجو دور بركبته، تياجو ما ادري هو بيشوت ولا بيشتت اخر طاقه من ركبته شت جول. شنو التنظيم الدفاع اللي موجود؟ بالاضافه الى النص، النص ما عندهم ادوار دفاعيه لاعبين النص، يعني تلاقي فيه كثره عدد لكن الادوار الدفاعيه مو موجوده. ما عندهم، طيب ما عندهم لاعب اللي يفتك الكره. تضامن عليه 25 هدف ابو خالد. هذه نقطه. 25 في الشوط الثاني التضامن صار عنده أفضلية في خط الوسط نسبيا على القادسية، وصل أكثر من مرة لمرمى طبعا بدون فعالية كاملة، لكن
في أفضلية نوعا ما في الشوط الثاني. أكيد أمر طبيعي بخالد، النتيجة 4-1 الشوط الأول انحسمت، خلاص هي انحسمت يعني نادي القادسية أعطاهم مجال ما يضغط على حامل الكرة، ضغط على حامل الكرة مع الفريق، خاصة تتكلم عن التضامن، يعني فريق مثل التضامن فريق منهار، تكلمنا عنه عديد من الحلقات أن نادي التضامن حاليا مو بحالته الصحيحة، يعني اليوم نادي التضامن أنا أعتقد خالص يعني على الدرجة الثانية، وكل من تكلم في هذا الموضوع ليش أن أنت قاعد تشوف نادي التضامن لو إن شاء الله باقي 14 جولة نتكلم بس عنه. أبو فهد لا تنسى عنده مشاكل كبيرة يعني اليوم هي. نادي التضامن عنده مشاكل كبيرة، مشاكل فنية، مشاكل لاعبين، يعني هل أنت بتجيب لاعبين محليين قبل لاعبين المحترفين؟ لو حتى جبت محترفين ما عندك لاعب محلي حقيقي، هذه الفرصة يعني ما عندك المجموعة الحقيقية. لو اليوم تكلم مثلا تقول نادي، نفرض على سبيل المثال تقول نادي العربي لو تيب له محترفين شوي افضل راح يكون افضل، لكن نادي التضامن ما تقدر يعني سبع لاعبين على الموسم السابق. مشكلة التضامن هل هي يعني بالعناصر، هل هي الحالة البدنية، هل هي المحترفين، ام كلها مع بعض؟ انا بقول لك مشكلة التضامن من وين بدت. التضامن بدت بإزاحة مندو عن الفريق والاستغناء عن ميدو لنادي الكويت وخروج طلال المرشاد من إدارة كرة القدم، هني هذه هي البداية اللي يعاني منها نادي التضامن ليه حتى هذه الساعة، خاصة المرشاد. المرشاد طلال المرشاد سوى إنجاز يعني غير مسبوق، وتم طبعا استغالته بس هو ما يبين الأسباب صحيح، وأنا يجي يوم راح أقول الأسباب. الأسماء الموجودة حاليا هل هي تقدر تخدم نادي التضامن أنه يوصل المرحلة، خاصة تكلم عن الدوري الممتاز بما فيه يحملون هالأسماء الموجودة اليوم بالفرق الموجودة موجود. هل يقدر نادي التضامن يوصل مثلا المركز الثالث الرابع الخامس؟ لا يقدر أنه يحافظ على مركزه في الدوري الممتاز. متى هالفرصة هذه الحين؟ شهرين ونص توقف الدوري، يجمل صورته يعني عن الصورة الباهتة اللي ظهر فيها في الدور الأول. أتمنى التوفيق أنا، لكن المميز اليوم في التضامن مباراة التضامن القادسية عودة لاعبنا الجميل جدا سيف الحشان اللي نعم. كانت يعني دعوة أمل كانت بالنسبة لنا أن نشوف لاعب كبير بحجم سيف الحشان. اليوم أحد عنده كلمة على عودة سيف الحشان؟ طبعا أكيد تفضل. الأولوية حق لاعب مكسب القادسية، يمتلك خبرة فنيات، لكن الجمهور لازم يصبر على سيف الحشان. إصابتين بالركبة ونفس الركبة أنا جربتها، رباط صليبي ومرتين، ترى صعبة يا جماعة، لازم تصبرون على سيف الحشان لأنه نسق المباريات وكلنا لاعبين ندري صحيح غير عن التمرين. أبو بندر، توقف الآن الدوري نعم. على طبعا احنا بانتظار مشاركة المستمعين المشاهدين طبعا من خلال الاتصالات، يعني وجود سيف الحشان الآن وهذا التوقف الآن يحتاج سيف الحشان للعودة، ويحتاج إنه يلعب مباريات يعني بمشاركة يعني بكأس ولي العهد، مباراة كأس الاتحاد يعني الآن، لكن لا زال الخوف داخل سيف الحشان من أثر الإصابات. ما اللوم أبو خالد، رباط صليبي مرتين في نفس الركبة، ترى هذه يعني نادر ما يعودوا للملاعب. اي والله يعني صعبة، عنده اصرار الولد، وعنده اصرار ولد شاب وامكانيات موجوده، والدوري الكويتي ترى الدوري سهل، وفي نادي القادسيه ما عنده مشكله. وتزامنت عوده سيف الحشان مع عوده فواز الحساوي، راح يجيب له احسن الاطباء في سبيل النهوض في نادي القادسيه، وهذه تزامن وعوده حميده. دوري سهل، تصريحات ما جيتها تاخر، بس عشان المشاهدين معنا اتصالات. تفضل قول عندك شيء. لا النقطه اللي تكلم فيها ابو بندر ان الدوري الكويتي يعني دوري سهل مثل ما تفضل صحيح، اللياقه البدنيه اليوم عند اللاعب الكويتي ضعيفه صحيح جدا، ما عنده قوه البدنيه اليوم. اساسا نعرف هذا الموضوع، شوف نادي الجهره الشوط الاول كان شيء، الشوط الثاني كان شيء اخر، شفت شلون يعني موجود المجموعه لكن اللياقه البدنيه ما سعفت اللاعب. وخالد بس بضيف على موضوع الاصابه والخوف، الخوف ترى يعني يروح مع المباريات صح، اضيف هالشغله عشان نفسي نفسي. احنا طبعا نتمنى السلامه يا رب، وان شاء الله نشوف سيف الحشان عوده مره ثانيه مع نادي القادسيه ومع منتخبنا الوطني. يا رب يعني لاعب بقيمه سيف الحشان قيمه كبيره يعني تفرح كل الجمهور الكويتي الرياضي. ناخذ اولى الاتصالات مع طبعا متصل بضاري. بضاري مساء الخير.
ضارع حزين اليوم حزين. حياك الله. الله يعطيك العافيه. عافي قلبك. امسي عليكم امسي على الموجودين معاك. حياك الله يا اخي. يا بروضان الجهره الجهره كلها حزينه. اي والله حزينه بكل الاسف. والمانشيت اللي قلت ان الجهره بدون زايد من حاس 100% اي والله. وانا احمل فيصل زايد هالنتيجه هذه. الله يعطيك العافيه يا بروضان انت واللي وياك. بس انا بسال يعني تخبطات بنياك بالتغييرات. يعني بنياك تغييرات عبد الله حمد عمره ما يعني بالدوري كله ما لعبت لاعب مرهق نزل مرهق يعني عمر علي تسبب بالهدفين فهد باجيه ما استفدنا منه شيء يعني التخبطات بالتغييرات بنياك لمتى يعني شوف ثاني غياب التركيز نهائيا والساميه استفاد من روجي واستفاد من عدي الصيفي صراحه فرص. وحنا نقول اذا الجهر استمر بال اللعب هذا ما راح ينافس الكويت كلام بنياك انه راح ينافس الكويت على الدوري وان انت تخسر مباريات بسهولة يعني ويعطيكم العافية ما قصرت. مشكور يا ابو ضاري مشكور يا ابو ضاري. نروح لابو عبد الله. ابو عبد الله مساء الخير. مساء الخير ابو خالد. يا هلا مرحبا. يعطيك العافية على ادارة اللقاء الطيب مع الله يحفظك يا اخي. عندي سؤال حق ابو ضاري قصدي الروضان. حاضر يا ابو رمضان صندوق يحكي انت تحكي عن شخص مميز انت يا فواز حساوي. اي نعم. فواز حساوي عنده خلاف اداري. انا قضيتي نادي الكويت ما لي شغل بالقضيه بس على كلام اللقاءات اللي نشوفها في شهر رمضان يوم قعد فواز حساوي مع رضا معرفي وقال له منو سبب خلاف القضيه اعترف الرجال بالبكام قال إن انا متهوم 7 سنين مع المعرفي في خصومه معك. هذا ردك بعد ما خلص الكلام حق انت بدر حجي زين. هالجزئيه عبد الله عبد الله بنعطيك وقت عبد الله ابو عبد الله نعطيك وقت بس هالجزئيه وضحها لنا شنو قصدك بالضبط يعني؟ قصدي يا فواز الحساوي بعد عزيز لما يجي نادي القادسيه يجي بالصندوق بالانتخابات ما يجي بالضيافه انا اشتري اوكي حلو. على 20 ألف. زين سؤالك لبدر حجي وضحت ابو عبد الله. سؤالك بدر حجي حق بدر اللي في مجال تفضل ابو فهد تفضل. يا هلا ابو عبد الله. فايت في وزن الدوري وتخيل لي الدوري هل جيد جدا او بالامتياز او بالانحدار. حلو يعني انت قصدك ابو عبد الله يعني قوه طبعا. الدوري في الدرجتين أيوة. يعني مو الدمج وقوفه شهرين بالصعود او بالنزول. اي كلام حلو بصراحه. مشكور يا ابو عبد الله. ناخذ ثامر الظفيري مساء الخير. الو حياك الله يا ثامر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خالد حياك الله يا اخوي. حبيبي برضان امر برضان تم الغاتسية يمرض ما يموت. الحين طلع من غرفة الانعاش ما يموت. اي نعم صح. راح تشوف القسم الثاني طال عمره ياكلهم اكل. راح ياكلهم اكل. والله نتمنى احنا سيدوبر صح. وما اسف الحسان ان شاء الله والحساوي اراهنك رهن راح ان شاء الله اكلمك يا ابو رضان زين. لا ما ينفع تكلمنا ثامر نبي عشاء لا تعزم ابو رضان على عشاء قعود يستاهل ابو رضان. تسلم صاحبي ابو رضان والجميع كلكم تسلم صاحبي. بس انا اقول لك يا ابو رضان الغسل الثاني اذا تعادل لك خروج مني تسلم. واصل ونتمنى هذا الافضل هذا الافضل. نعم ما حدا وصل قدامه صح. بس الاداره الله يسامح الاداره جاء من عالجها. عساك على القوه يا اخوي ثامر. نروح لجابر العنزي. جابر مساء الخير. مساء النور ومسي عليك ابو خالد وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله يا الكظماوي. الله يرحم والديك. تعلم منك يا قلبي تعلم عزيز وغالي يا جابر. اشرب القعود بس كان ما ياخذ الدوري. شوف عشا مبليس بالجنه. ابو خالد ترى كاظمه والعربي والغاتسيه اعتقد بمركب واحد. يمكن اخواني اللي يأيدني واللي يخالفني ترى ايش تقصد بمركب واحد يعني ايش تقصد بمركب واحد بحاره هذيلا
استثني بسكندر وكم واحد ويا بنادي كامل ابو بدر امسي عليه. قصدك الاداره يعني اداره الانديه هذا اللي ذكرتهم كلهم بمركب واحد. عليك الغاتسيه كامل العربي ترى مركب واحد والمحترفين أسوأ من السيء. المحلي افضل يعني محلين قاعدين على الدكه شوف الغاتسيه وشوف العربي وشوف كامل والله انك تحصل على المحترف يلعب مجرد طوابع دفعت بالهجره بس محترفين دخول داخل دوله الكويت بس ولا محترفين اسم يعني حرام اللي قاعد يصير. وانا ناشد ابو عايشه اخوي ابو فهد بدر حجي يعني ناشد يعني السكوت هذا ليش؟ سكوت ايجابي احنا يعني نبي رده فعل ايجابيه ما نبي سلبيه بس. بس ابو رمضان يا ابو خالد قول للبيت ترى ابو فهد يعني عجز هو يسولف هو يوجه رسائل ويتكلم لكن لا حول ولا قوه. عدل ابو فهد اي والله انا تكلمت بالاذاعه وبالتلفزيون تكلمت بشكل كبير عن نادي كاظمه لكن انا اعتقد مسكرين الباب رافعيل الجامع روح فاضل المندري اخر متصل معنا فاضل فاضل مساء الخير اليوم منتج اليوم بعد في اي فاضل مساء الخير حبيبي سالم مباركه الله عليكم مساء الحضور كل بوهم حياك الله وأولهم طبعاً نجمنا القديم لاعب الكرة الكويتية والزلحمدي بدر حجي شلون؟ هذا خلط هذا خلط أمور هذا خلط برمان تحيتك سير بس مو لاعب الأحمدي مو لاعب كاظمة عدالية 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 بعيدة عن الأحمدي ما قلت لاعب الأحمدي قلت ولد الأحمدي ولد الأحمدي ولد الأحمدي لا عيال عمي بالأحمدي نعم نعم بالأحمدي زين يا فاضل تفضل خير إن شاء الله. أنا أتوقع أن القادسي كان لازم يشطب لاعب شلون يعني وفيصل عجب لاعب نجم ولكن ما جت العروض ما جت لك عشان كذي لا النادي يشطب بدر مطوعي يعني لا يشطب منه هم أدرى بحوالهم يحط منه هذا موضوع مع الإدارة. أنا لو جاي لعرض مع النادي بيستفيد من عرضه. أنا فاضل بس بعطيك هالجزئية رد عليك مبارك فيها مبارك أنت عندك كلام كبير على فيصل عجب. والله فيصل عجب أنا صرحت قبل الحلقة اللي طافت إن فيصل عجب مفروض إنه ما يستغنون عنه بس مسألة إنه ما سجلوه لأنه يعني انشطب ما عندهم لاعب يستغنون عنه. يقدرون يعني اذا يبونه يقدرون ابو حمد في ظل انه محتاجين لهالمركز هذا محتاجين يعني انت سجل 5 اهداف تكلم عن التخبط الاداري اللي حاصل بنادي الغات خلونا التخبط الاداري حتى صار الشغل بعدين تناقش الموضوع. عبد الله مساء الخير. عبد الله العنزي مساء الخير. مساء الخير يا هلا ومرحبا سلم عليك اخو مجديد حياك الله يا اخوك. بخصوص فيصل عجب يعني مع احترامي لا شخصيا احسن غلط تخبط مجلس الاداره ان نستغنوا عنه. انت تغيمون لاعب على هجمه او جول هذا مو غير معقول. احنا شفنا احمد عجب فيصل عجب وتجربنا اكثر من مباراه لاعب يعني لا مو صحيح مو صحيح اخوي عبد الله خليك انا راح اعطيك مجال هذا تفضل توكل يمكن ترايك صح ويمكن انا غلط انا هذا وجهه نظري صح بالعكس قول وجهه نظرك عبد الله كمل بالعكس احنا وياك انا بتكلم بخصوص احمد الفضلي زين ايه احمد الفضلي انظلم بنادي الغاتسيه زين انا بس اوجه سؤال لسعود محمد التجرأ تطلع بتصريح وتتكلم وتقول بدر مطوع انت اليوم ادائك سيء قدام نادي الكويت زين انا مقتنع ان الهدف اللي تسجل على احمد الفضلي هو سبب دفاعنا القحطاني قطع اللاعب صح وقال قطع على الفضلي والفضلي الكره تدرون يعني الكره مو نفس قبل الكره صغيره وسريعه زين وبالنسبه لفواز الحساوي اليوم رجعت فواز الحساوي انا عندي بدوري مستغنى عن الدوري هذا بس يدنا ابو عبد العزيز يرجع يعطيكم العافيه حلو ألف شكر فهد العنزي اليوم ما شاء الله عنزة كلها اليوم معانا اليوم مساء مبارك كل حد برمضان كل يوم ولا عنزة العجمي الله هلا ونعم والله ونعم خوار عنوس خوار عنوس فهد مساء الخير هلا أبو خالد مستانس فهد اليوم مستانس مبروك أتشرف بعنزة أتشرف بعنزة أنا أتشرف فيك والله أنا تشرف فيك يا أخوي مبروك يا فهد أي والله الله يبارك فيك الله يبارك فيك أول شيء نهني الغاتسية على المستوى لليوم وهذه بادرة رجعة أبو عبد العزيز لمة الفريق قبل مباراة اليوم لمة الفريق حوالى أبو عبد العزيز أثمرت اليوم على تقديم مستوى طيب ونتيجة طيبة هذا اللي احنا كجمال الغاتسية كنا نطالب فيه من زمان أن نقول الغاتسية يبي لاعبين الغاتسية يبون الإدارة تلتم حواليهم تدعمهم
شوف الغاسية، احنا كانوا يعاتبون اللاعبين الغاسية لان الاداره كانت بعيده عن الفريق. نعم. كان الفريق مهمش كان يلعب لروح الفنيله ما يلعب للاداره. شوف لما ابو عبد العزيز مع اللاعبين ليله واحده شوف شلون غير اللاعبين من 100 درجه اليوم. صح. لعبوا بروح اسم الغاسية، لعبوا بروح على الفنيله، لعبوا بدعم من شخص قال للفريق العبوا بروح الفريق وانا راح ادعمكم، انا اشتري منكم الدوري. هني عطى الروح، احنا كنا نقول حق مجلس الاداره ما نبي منكم شيء لا دعم ولا شيء، نبي لمتكم حق اللاعبين. صح. نعم. جنبكم حق اللاعبين، ابعدوا نزاعاتكم عن الفريق وشوف الفريق شو يقدم. ومشكور يا ابو القادم افضل. كلام طيب. نعم. كلام طيب بس سريعا عندكم ردود على اتصالات؟ ابو محمد انت مساء تكلمت على فيصل عجب اخونا عبد الله العنزي اللي تكلم ان فيصل عجب جربناه موسم كامل وما قدم مستويات، يعني انتم تحاسبون يعني فيصل عجب على كره او كورتين او جول او جولين؟ لا يعني ما شوف انا فيصل عجب ما حاسب على كره، انا قاعد اشوف اداء الحين مع نادي التضامن 5 أهداف يمكن خلال 7 مباريات، يعني نسبه كراس حربه معدل تهديفي ممتاز جدا. ويا القادسيه عدى مباريات كان يسجل اهداف، بس يمكن ظروف اللي قاعد تكلم فيها نادي القادسيه تعودهم على وجود نجوم امثال مستوى بدر او نجوم محترفين كانوا يعدون دا سيلفا يمكن الموجود، ما اعطى اللاعب فيصل عجب فرصته مثل ما كان ياخذ فيصل عجب فرصته، شفناه مع نادي التضامن قاعد ياخذ فرصته كل مباراه قاعد يسجل هدف، كل مباراه قاعد نشوفه معدل تهديفي ممتاز اللاعب فيصل عجب. واليوم يمكن الهدف اللي سجل اللي اعتبره يمكن اليوم من الاهداف الجميله صراحه اليوم اللي طاف من دافع مثل الصومالي بهالطريقه ومساعد ندى في البدايه قبل يمكن اكبر رد على اكبر مشككين. نعم. في نادي الغاتسيه ان صح. اداء اللاعب بوجود محترف مثل تياغو سيلفا الموجود هل هو افضل من فيصل عجب اداء فني وداخل ملعبه وتكتيكي؟ انا اعتقد ان فيصل عجب مستواه يفوق محترف الغاتسيه. نقطه واحده بس اللي هي الأهداف الخمسة اللي سجلها فيصل عجب هي أبلغ رد على أي واحد يقول لك ما في لا مهاجم نادي القادسية بما فيهم بدر مطوع سجل 5 أهداف. شنو المطلوب من رأس حرب غير أن تخيل فيصل عجب يلعب واللي يصنع له الكرة بدر مطوع ولا أحمد الظفيري ولا أيا كان نادي القادسية مع احترام النادي التضامن راح يبدع ممكن تصدر الهدافين. النقطة اللي ذكرها أنا بروح بعيد عن فيصل عجب. نعم. بالعكس فيصل عجب أثبت يعني جودته كلاعب وكمهاجم وخاصة الهدف اللي سجله اليوم أمام القادسية، يعني لما نجي نقيم لاعب كلاعب مهاري وراس حربة أعتقد أن هذا أبلغ رد الهدف. نعم. اللي سجله فيصل عجب على يعني يطوف مساعد ندى ويطوف صوماليا اعتقد يعني هالمدافعين هم خيره المدافعين في الدوري الكويتي. صحيح. النقطه اللي بوصلها مع فريقين ها أي. لما تكلم عن الاول لما تكلم عن القادسيه فريق انا بتكلم على النقطه نادي الجهره يعني وسجل عليهم 3 أهداف لما تكلم عن فرق مميزه اي احنا ما نتكلم ترى عن مباراه واحده. الاخ الكريم يتكلم يمكن عبد الله العنزي يقول قص احنا اعطيناه موسم واحد. طيب الاتصال انت اعطيت سعود المجمد فرص كثيره واليوم عمره 30 سنة. صحيح. يفترض ان انت تخلي سعود يروح نادي ثاني. كون لاعب صغير. عرفت هذا لاعب صغير. لما لم تشعب بشكل كبير بس فيصل عجب. بالنقطة لكن بالنقطة هذه اللي ذكرها احد المتصلين ابو عبد الله وقال لك على سالفة الدوري. عشان الدوري لكن في دخول في بطولة سمو كأس ولي العهد. يعني توقف شهرين يعني. توقف لكن في بطولة كأس ولي العهد. هي اللي راح تستمر تبدي لين تنتهي. هو خايف من الدروب اللي يصير بالفريق. هذا يعني كان ممكن نحن موجودين بالأول بخالد من دخل بطولة سمو كأس ولي العهد فلازم تبدي وتنتهي وبعدين ومن ثم يرجع مرة ثانية الدوري. ليش إن أنت عندك البطولات كذي؟ إنزين لو كانت عندك بطولات خارجية إيش راح تعمل؟ يعني بطولة عربية بطولة آسيوية ذهاب وإياب وعندك منتخب. اليوم إحنا اللاعب مو مرهق لاعب الكويتي لما نشوف يعني قاعد يلعب الأسبوع يوم واحد. صحيح. الأسبوع يوم واحد ما فيها إرهاق. بس اليوم إحنا لما نتكلم عن اليوم في إيجابية الفرق في إيجابية الفرق. اليوم يمكن أنا بتكلم في نقطة جدا مهمة اليوم. بشكل سريع. اليوم فيصل زايد الناس تكلمت فيصل زايد فقدناه في مباراة الجهرة. أنا أعتقد فقدنا لكن كسبنا. راح أرجع لك. خلي النقطة عشان برجع على نقطة الغاز. عندك شيء؟ إيه والله إذا سمحت لي على فهد العجمي أنا أحترم وجهة نظر فهد. وشخص رياضي وقد ساوي ودائما آراءه وطروحاته مميزة. نعم. هو قال خلافات الإداريين أثرت على اللاعبين. لا ما أثرت وأنا في أدلة كثيرة. لاعبين القادسية أقوى من مجلس الإدارة. لاعبين القادسية شالوا رئيس جهاز الكرة في مرة من المرات. لاعبين القادسية شالوا مدرب. من متى صارت في ملاعبنا لاعبين يشيلون مدرب؟ وين مجلس الإدارة؟ هو لاعب واحد اللي شال المدرب. لا 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 لاعبين على قلب واحد. لا خلينا نكون صادقين. أنا ما أقدر أفتي ما أقدر أقول لك والله شخص واحد. لكن هم اللاعبين تضامنوا مع هذا الواحد. مبارك تقول. لا لا واحد ولا مجموعة لاعبين. بس اللاعبين تضامنوا مع مجموعة لاعبين. لازم تضامنوا مع إذا بيشيلون مدرب. فبالتالي الخلافات موجودة من زمان.
ما والقادسيه كان يحقق بطولات، ليش الحين انهار الفريق؟ لان مستوى اللاعبين انخفض، اعمارهم كبرت، ايقاف، ما في منتخب، ما في مشاركات خارجيه ولا في معسكرات، فلياقتهم انهارت قبل لاعبين القادسيه والكويت طول الموسم في تفرغ رياضي، حاليا اختلف الوضع، فشفت المستوى كل الفرق دروب. انا باخذ منك التمريره هذه سريعه تفضل، وبدل تمريره طويله حق المخرج هالفاصل تفضل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبرنامجكم الـ18. نذهب سريعا إلى المواجهة الثانية والمباراة الأخيرة في الجولة السابعة لجمعة طبعا السالمية والجهرة في قمة هذه الجولة، لكن إذا استثنينا مباراة كاظمة والكويت في الأمس، اليوم المواجهة كانت يعني حماسية. مصادرنا تقول، دقق المصادر، حصري كان الحماس ماخذ الإداريين، وعند العلم الأكيد من مصادرنا الموثوقة قبل المباراة بأربعة أيام أو ثلاثة أيام كانوا متجمعين في مكان ما في الجهرة، وكان الحماسة والتحدي ماخذ بين الإداريين السالمية والجهرة، وكان يتحدون بعض أن راح نفوز راح نفوز. والمباراة انتهت بفوز السالمية على الجهرة بهدفين مقابل هدف، بهدف يعني في آخر الوقت رمك الإضافي القاتل، انتهت بفوز السالمية 2-1. طبعا اللي سجل هدف الجهرة فايز الظفيري، وهدفين السالمية ركلة جزاء فراس الخطيب، والهدف الأخير سجل أيضا فراس الخطيب. أنا بروح للعزيز أبو فهد بشكل سريع، هل الجهرة استحق الخسارة؟ نعم، الجهرة الشوط الأول كان نادي الجهرة صحيح، يعني كان متماسك، فريق كان منظم. أنا أعتقد اليوم صحيح فقدنا مثل ما قلت لك فيصل زايد، لكن فايز الظفيري وأحمد هشام صراحة لاعبين ملفتين للنظر. لو شفنا هدف الجهرة الأول، شوف الكرة من وين استقبلوها، وين خذوها، وشلون يعني تتكلم، هاي فيها دروس لو كانت تنحط في نشاهدها. يعني عدد لاعبين نادي السالمية تقريبا تكلم من سبعة إلى ست لاعبين مقابل اثنين. هذا الهجمة اللي تقول عنها، لا لو يردونها من قبل من البداية من الكورنر، مو مشكلة تفضل كلامك على ما يعيدونها. هذه لما تتكلم من الكورنر وين استقبل الكرة وشلون مرر، يعني تتكلم عن التمرير وأخذ المكان. نفس اللاعب، لاعبين اثنين، احمد هشام مرر حق فايز الظفيري، وفايز بصراحه راوق بشكل مميز، لاعبين صغار في العمر. لكن انا اعتقد في هذه اللعبه عندهم فكر كبير، لعبها بذكاء. نعم عندهم فكر، يعني اللاعبين عندهم فكر، وبعدين عندهم ابداع. اليوم نتكلم عن الابداع اللي احنا فاقدينه بكره القدم، خاصه في الدوري الكويتي ما عندنا ابداع. هل هدف يتحمل خالد الرشيدي؟ لا طبعا ما تحمل خالد الرشيدي. انا اعتقد ان فكر اللاعبين كان عالي، فكر اللاعبين الاثنين الموجودين تحمل جزء من لا طبعا ما لا لا يمنع، ليش؟ انه هو يتكلم عن لاعب تخمين ان انا لو اطلع الكره العرضيه، لكن لاعب في فكره وابداع، في زاويه الحارس. فنتكلم عن ابداع. اي طبعا اللاعب اليوم ابداع، لاعب صغير لكن ابدع في هذه اللعبه. انا اعتقد فكره كبير، وفايز اتمنى له ان شاء الله مستقبل اذا يستمر على هذا الأداء. أنا أعتقد مدرب بونياك عنده من يطور هؤلاء اللاعبين، يعني اللاعبين هذيلا أنا أعتقد بونياك عنده فكر جيد حق اللاعبين خاصة الأصغر. مبارك، يعني الشوط الثاني شوط مدربين، والسيد عبد العزيز حمادة تفوق بشكل كبير على بونياك، لكن شنو الخلل اللي كان موجود في نادي الجهرة؟ الخلل أبو خالد أنا أشوف إن بونياك يلعب على الاندفاع، توزيع الجهد باللاعبين ما في. يعني الشوط الأول يعطيك فريق، الشوط الثاني فريق ثاني، بالإضافة إلى نادي الجهرة يفتقدون إلى اللاعبين الخبرة اللي يقدرون يتحكمون نسق اللعب. يعني شلون يجيك لاعب مثلا وسط يغير يخفف نسق اللعب ويسرعه، نادي الجهرة ما في هاللاعب اللي لاعب يعني نص خبرة. غياب فيصل زايد ترك أثر. نعم، هذا يجرني النقطة البندر. نعم، غياب فيصل زايد اليوم كان له أثر كبير في خسارة الجهرة؟ أكيد له دور كبير فيصل، غيابه كان واضح،
فيصل لاعب قيادي لاعب مميز، لكن هذا ما يمنع ان ايضا لياقه لاعبين الجهره ما كانت زينه في الشوط الثاني، كانت واضحه. والامر الثالث اللي مستقرب من بونياك، انت عندك شايف اللاعب الباك الشمال عمر علي وعودي الصيفي طافه يمكن 7 إلى 8 مرات صحيح، لدرجه اللاعب من كثر ما انهارت لياقته تسبب في ضربه جزاء. يعني انت ترى عمر نازل بديل ابو بندر، عمر نزل الشوط الثاني مكان عبد الرحمن، بس ما كان زين لياقته، مو زين عبد الرحمن كان لاعب الاساسي، لياقته مو زين اللاعب، لياقته مو زين اللاعب. فعودي الصيفي شفت كم مره بالباك الجهه اليمين، بس ترى طاف اللاعب الصيفي الشوط الاول ما قدم شيء صحيح. شوف لياقته خزن اللياقه، لاعب خبره ولاعب شلون يتحكم في تصرفاته وتحركاته داخل الملعب. الشوط الثاني كان من ابرز اللاعبين مع فراس الخطيب وهم السبب نجاح الفوز، وهذا ما يمنع ان عبد العزيز حماده ابدع في الشوط الثاني. طيب. وانا ضد كلمه الشوط الثاني للمدربين، لان الشوط الاول ايضا شوط مدربين. طيب الشوط الاول الجهره تفوق بشكل كبير على السالميه، يعني حتى تشكيله السالميه يعني الكل كان مستغرب يعني اختيار سيد عبد العزيز حماده هذه التشكيله، يعني بوجود خليفه الراجحي وعلي نادر واحمد الديب وغازي القندي، يعني خروج محمد الهدهود شيء يعني مؤشر سلبي، مع ان محمد اعتقد الهدهود احد ابرز اللي قدموا مستوى في الموسم. شوف محمد الهدهود، خلينا نتكلم على اداء السالميه الشوط الاول. السالميه يمكن الكابتن عبد العزيز حماده لعب طريقه بدايه المباراه طريقه 4-4-2، حاول اختراق من العمق والاعتماد على عدي وعلى فراس كروس حربه مهاجمين مع دخول فيصل العنزي من الخلف، يمكن الشيء هذا ما قدر يستثمره، كان دفاع قوي من الجهره، صد من النص يمكن بقياده حمود ملفي ودفاع الجهره يمكن الموجود المحترف اللي اليوم كان صراحه يمكن من نجوم اللقاء محترف الجهره اليوم المدافع، ما 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 حصل الطريقه اللي يوصل فيها للجول. الشوط الثاني التغيير التكتيك اللي لعب فيه يمكن الكابتن عبد العزيز حماده وتحويل اللعب الى 4-3-2-3-1 أيوة، ومشاركة فهد الرشيدي واعتماد عدي على الأطراف، وهو مع دخول نايف زويد وفراس الخطيب من العمق، شفنا يمكن عدي عودة المركز الأساسي في الجناح الأيمن يمكن سبب المشكلة وسبب يمكن أكثر من 4 إلى 5 هجمات خطرة. الجهرة أداءهم اليوم الشوط الأول يمكن شفنا بنياك من أداء مع العربي، يمكن دائما بنياك يحاول يضغط الشوط الأول على الفريق، بس يبقى خبرة اللاعبين في توزيع الجهد بين الشوط الأول والثاني. صح يمكن صح. يمكن شفناه مع العربي حتى بأداء يحاول تسجيل الأهداف في الشوط الأول ومحافظ عليها في الشوط الثاني. ليش اللياقة البدنية الشوط الثاني عنده لاعب محمد دهش يعني لاعب سريع، ليش ما استعان فيه؟ اللياقة البدنية يمكن توزيع الجهد بالنسبة للاعبين الجهرة لاعبين قليلين خبرة، توزيع الجهد خلال الشوطين يمكن من لاعبين الجهرة هذا اللي يفتقدونه لاعبين الجهرة. هذه ثقافة مدرب ولا ثقافة لاعبين؟ شوف تبقى توزيع الجهد، توزيع الجهد يبقى ثقافة اللاعب نفسه، شلون انا اوزع جهدي؟ انا المدرب لما يطلب مني بالمباراة اداء مهام بالمباراة انا اعرف شلون اوزعها. يبقى بروز اليوم نجم يمكن تو اتكلم عنه ابو فهد، فايز الضفيري للامانة، يمكن محمد سعد اليوم ما شفناه بهالمستوى، الغياب يمكن الثنائي فيصل، وجود فيصل ومحمد دائما كانوا يشكلون الخطورة. بروز اليوم غياب فيصل اليوم، بروز فايز الضفيري اللي شارك المباراة اللي طافت يمكن اخر الوقت، شفنا اللياقة البدنية ما سعفته يمكن عدم مشاركته المباريات السابقة للمباراة السابقة. اليوم شفنا تألق من فايز اليوم الضفيري بالمباراة للأمانة، شفنا المجهود والهدف الذكي اللي اعتبره اللي سجله، يمكن وجود لاعبين اثنين من نادي الجهرة 5 مدافعين من نادي السالمية واستطاع انه يراوغ المدافعين ويسجلها بهدف ذكي صراحة على حارس مثل خالد الرشيدي. انا الحين بتكلم مع ابو رضان، طيب بس قبل لا اروح نشكر طبعا حساب جمهور الجهرة في التويتر على الدعم الكبير لاهالي الجهرة وجماهير الجهرة اللي بدت الان ما شاء الله لله هي فاكهة دوري فيفا خلال هالجولات هذه كلها، نشكر هالحساب هذا حساب جمهور الجهرة والدعم بشكل كبير لبرنامج 18، احنا داعمين لكم وتواصلكم دائم مع، احنا ودنا يا ليت يعني يا ليت نشوف جمهور التضامن وجمهور النصر، يا ليت نشوف حسابات تفاعليه جماهيريه مع فرقها نفس حساب جمهور الجهره. شوف بخالد دقيقه بس، الجمهور الجهره اليوم شفنا التواجد، انا موجود بالمباراه يمكن اليوم وهذا يحسب لهم صراحه للأمان اليوم حضور الجمهور ودعم الفريق حمية الجهرة اعرفها ما يحتاج لا والله انا سؤال لك تفضل ابو خالد. اليوم الكل يقول الجهرة خيبوا ظن بروضان وخيبوا ظن الجماهير اللي زحفت من محافظة الجهرة إلى محافظة حولي، ولكن ليش خيب اللي تفوق؟ اللي تفوق صراحة في المباراة عنوانها الكبير هو خبرة فراس الخطيب وعدي الصيفي، صح
لا تقول لي حمادة ولا تقول لي سالمية ولا أنا اسمعني خلنا نكمل رأيي لا رجع لا تدافع عن 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 لا تدافع لا حبيبي هي خبرة فراس الخطيب لا 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 يقول راي وبعدك ساعة بتعقب عقب تضرب لا هو انت لا والله تقول لا, لا والله يا ناس ناس الكباهير اللي سحبت لنادي حولي واخذ لها المعدل اليقوي والبدني لا نتكلم عن السالميه عشان ما يتعوض لا يدافع عن رفيجي لا مو عندنا مساله تدافع رفيجي يعني انا بس سؤال واحد ابو محمد والله العظيم محمد يعني انا الحين اسالك سؤال واحد تفضل البدايه التشكيله اللي لعب فيها عبد العزيز حماده عرفت هذا عليها ملاحظه كبيره يعني انا واحد لحظه كثير من الفنيين قالوا احنا ما ندري عبد العزيز حماده شنو يبي من المباراه وانا ايش قلت لك عرفت شلون نعم الشوط الثاني تدارك نعم الشوط الثاني حماده اللي يبدل من اللي حط التشكيله هذه في البدايه من المدرب تشكيله ها هاي دوام الظاهر بقول انا اقول لك انت انت بتعرفي انت بتعرفي محمد اتكلم انا محمد عايد انا كلمتك انا كلمتك انا تكلم ما رد انا عليك لا لا عايد احنا جبنا طارق حماده عشان 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 الساده المشاهدين اسمعوني لا ما تسولف اسمعنا كرة القدم كلنا نعرفها وكلهم لاعبين وكلهم عارفين الأمر لما تقولي والله مدرب يغير التشكيلة ويشارك لاعب ويضيف لاعبين اثنين ولا ثلاثة تقولي هذا والله المدرب ما له شغل بالموضوع من اللي شغل بالموضوع يعني المنطق شنو يقول من اللي يبدل من اللي قاعد يشترك اللاعبين من اللي يغير مراكز اللاعبين أنا ما بين هالنقطة وبروفان زعلان لا مو زعلان خبرة فراس الخطيب وعدي الصيفي هي اللي فوزت نادي السالمية على نادي الجهرة صحيح. وقلت خبرة لاعبين الجهرة وحماسهم والشباب مو عارفين فعلا شلون يوزعون مجهودهم واللي المعدل اللياقة والبدني لنادي الجهرة صحيح. هو اللي تحمل وغياب فيصل زايد هو اللي تحمل خسارة الجهرة اليوم لو موجود فيصل زايد كان الجهرة سجلوا في بداية الشوط الأول جول أو جولين وأنهوا نادي السالمية وسنحت لهم أكثر من فرصة يعني لكن احنا نقول مبروك ليه عبد العزيز حمادة والسالمية قدمتوا مباراة جميلة جدا ويحسب لسيد عبد العزيز حمادة تبديلاته اللي أجراها في الشوط ثاني وهذا شيء يعني يترك بصمة واضحة للجهاز الفني في نادي السالمية ناخذ فاصل سريع ورد نكمل معكم اهلا بكم من جديد نذكركم بس اليوم في مباراه السالميه والجهره اللاعب الخلوق الفنان يعني الان اللي اصبح العلامه الكبرى الان في الدوري فيفا لكره القدم ولاعب الجهره فيصل زايد اليوم تم تكريمه كافضل لاعب في شهر اكتوبر وحصل على جائزه يعني مقدارها 500 دينار وهذا اتمنى ان تكون دافع لجميع اللاعبين بأن يحققون الأفضلية مثل ما حققها فيصل زايد فإلى هنا يعني اسمحوا لي وصلنا لنهاية عمر هذه الحلقة أتمنى إن شاء الله إحنا كفريق عمل وفقنا في تقديم هذه الحلقة وكل الشكر لفريق العمل وكل الشكر لضيوفي باسمكم طبعا أشكر العزيز بدر حجي شكرا لك أبو فهد شكرا أبو خالد أعطيك العافية شكرا دكتور ناصر فضلي مشكور وما قصرت شكرا يا أبو خالد وكفيت ووفيت اليوم مشكور يعني ما ابي اذكرك بركله الجزاء يذوني يقولون لي ذكرها ما راح اتكلم بارك فريد مشكور ما قصرت لا الله يسلمك مشكورين ابو محمد ابتسم 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 لا ما نقدر على ابو رضوان ما اقدر على ابو ما اقدر على محل عزيز غالي يبقى ابو رضوان اخو كبير نتعلم منه ما يحتاج طبعا كل الشكر لي طبعا عايد رضوان محلل برنامج 18 أنا سعدت جدا صراحة بأني أقدم الحلقة وأنت موجود فيها بس يا رب تعطينا قفشة كذي حلوة قبل أن نختم القفشة طال عمرك أنت تحارشني أنا القفشة أقول حق عبد الله بل الله سنع وزارتك بالعكس والله حبيبي يا رب عسى ربي حقك أنت أدري أنك تتابعنا وتبنى مكانك خالي يا عبد الله إلى هنا وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة إن شاء الله الأسبوع الجاي أسبوع جديد ومسجات رياضية جديدة في طاولة 18 مع السلامة